حياكم الله أحبائي. اليوم راح نسولف على قضية روتينية بحياتنا. تعرفون شنو؟ هو الروتين اليومي اللي يعتمد على تناول 3 وجبات من الطعام إذا ما سويناها 5 أحياناً. وهذا الأمر مشهور عالمياً، فتجد الناس يقسمون جدولهم اليومي بما يتناسب مع تناول هذه الوجبات. لكن ما هو الأصل في ترتيب هذه الوجبات؟ كيف بدأت هذه الفكرة؟ والسؤال المهم، هل لهذا ربط بصحة الإنسان؟ سنتعرف على ذلك في حلقتنا، فتابعونا ولا تبتعدوا. في العصور البشرية القديمة اختلف النظام الغذائي بين مختلف حضاراتها باختلاف طبيعة حياة كل منهم. كان الإنسان من العصر الحجري الحديث يتناول الطعام متى ما حصل عليه وحسب الظروف. فالإفطار قديماً كان يعتمد بشكل كبير على الحبوب بعد بدء الزراعة كما وجد في الآثار. ففي مصر القديمة وفي فترة حكم الفراعنة بالتحديد، كان الفلاحون والفقراء يأكلون وجبة واحدة قبل الذهاب إلى العمل، كانت تحتوي على البيرة والخبز والبصل، كما أن الباحثين وجدوا في الكتاب المقدس الإنجيل الذي نشر في عام 1843 توثيقاً بأن المصريين كانوا ينهضون في وقت مبكر، وكانت وجبتهم الأولى تتكون من القهوة بجانب التدخين من الأنابيب، ولم يكونوا يتناولون وجبة الإفطار حتى وقت الظهر. أما في الحضارة الإغريقية القديمة، كانت وجبة الإفطار تتعلق بعامة الناس، وخصوصاً الأيدي العاملة التي تحتاج إلى غذاء يساعدهم على القيام بمهام العمل الصعبة طوال النهار. فكانوا يبدأون يومهم بوجبة إفطار غنية. أما بالنسبة لروما القديمة، لم يكن ثمة وقت محدد لتناول وجبة الإفطار، حيث ذكر شاعر لاتيني في القرن الأول الميلادي أن الوجبة كانت يتم تناولها في الساعة 3 أو 4 في الصباح، في حين كتب عالم القرن 16 كالوديوس سوميس إنه كان يأكل عادة في 9 أو 10 صباحا، في حين إن الدول الإسلامية كان يدخل في نظامها وجبات ملازمة للمناسبات الدينية والشعبية كالولائم في الأعياد ووجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك، ونحن نرى أثر ذلك حتى اليوم في الدول الإسلامية. ننتقل بكم الآن أحبتي إلى العصور الوسطى، وخصوصاً في العصور الوسطى الأوروبية، حيث لم تكن وجبة الإفطار بحد ذاتها مهمة وضرورية، فقد كان الملوك وحاشيتهم يقضون الكثير من الوقت حول المائدة لتناول الوجبات، وقد كانوا يتناولون وجبتين رسميتين فقط في اليوم، إحداهما في منتصف النهار وواحدة تكون في العشية. أما الإفطار فقد كان يمنح في بعض الأماكن فقط للأطفال وكبار السن والمرضى والرجال العاملين. كان تناول الفطور دلالة على أن الشخص كان فقير أو مزارع ضعيف أو عاملا كادح، وبالتالي فهو بحاجة ماسة إلى الطاقة لإكمال عمله في الصباح. ولكن المفارقة الغريبة كانت أن تناول الإفطار كان متقبلا بالنسبة للمسافرين النبلاء، حيث يعدون استثناء عما هو سائد، حيث كان يسمح لهم بتناول الإفطار أثناء تواجدهم خارج الوطن. إذن أعزائي، متى ظهر نظام الوجبات الثلاث؟ وكيف امتدت حتى صار متبعا عالميا؟ لمعرفة ذلك أترككم مع هذا التقرير. يقول المؤرخون إن أول ما بدأت وجبة الإفطار بالانتشار بين عامة الناس كان في القرون الوسطى في أوروبا، ثم انتقل مع المهاجرين الأوروبيين إلى أمريكا، وتم فرضه على السكان الأصليين هناك من الهنود الحمى، إلى جانب عادات وتقاليد أخرى، على أساس أنه أسلوب حضاري
يحافظ على الصحة العامة. عندما بدأ انتقال المزيد من الناس إلى المدن من أجل المعيشة والتي زادت مع ظهور الرأسمالية، قاموا بإضافة وجبة العشاء مرة أخرى في المساء، حيث أنها، أي الوظائف، كانت تمتص طاقة الإنسان وتأخذ من وقته الكثير، فأصبح ترتيب الوجبات إفطار عشاء عشاء آخر. هذا يعني أن العشاء كان يعتبر في القرون الوسطى الوجبة الرئيسية في اليوم، ثم تبع ذلك تقديم إحدى وجبتي العشاء وتغيير اسمها إلى وجبة الغداء، كما تعتبر المدارس من الأمور التي ساعدت في تعزيز نظام الوجبات وإحداث هذا التغيير، حيث صارت المزيد من العوائل تبعث أبناءها إلى المدرسة، وكانت الدروس الطويلة تتطلب تناول وجبة الإفطار. بعدها اتبع معظم الناس روتينا يوميا في تناول طعام الإفطار، حيث صار مرتبطا بالدوام المدرسي أو العمل، ثم يدرسون ويعملون مدة تصل إلى 8 ساعات. يعقب ذلك تناولهم طعام الغداء في منتصف النهار بعد أن يعودوا إلى منازلهم، وحين يحل المساء يتناولون العشاء قبل النوم. وبعد أن مررنا سريعا بتاريخ نظام الوجبات منذ العصور القديمة حتى اليوم، هل توقفنا يوما لنتساءل إن كان هذا النظام بالفعل مهم لصحة الإنسان؟ ويمكن أغلبنا عنده انطباع أنه النظام الموصى به من قبل الأخصائيين، والكثير يعتقد بأن الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، دائما يقولوا لي هيك. بالواقع أعزائي، أن هناك أبحاث أكاديمية جديدة من عدة جامعات بريطانية وأمريكية أكدت أن تناول 3 وجبات يومياً ليس له أي انعكاس صحي على حياة الإنسان، بل قد يكون مضراً، وذلك لأنه في أغلب الأحيان تكون كمية الوجبة الواحدة أكثر من الحاجة الفعلية للجسد. أما الشعور بالجوع في وقت الوجبة المعتاد فالسبب يعود إلى أن الجسد قد اعتاد على استقبال الطعام في تلك الأوقات المعينة. يقول خبراء التغذية أن بعض الأجساد يتناسب معها أسلوب الوجبات الصغيرة المتكررة، فهي تسهل الهضم أكثر من تناول 3 وجبات ثقيلة ترهق الجهاز الهضمي. أما من يعتقد أن تناول الإفطار يساهم في تخفيف الوزن فهذا غير صحيح، حيث أكد بحث آخر من جامعة ألباما الأمريكية أن تناول الإفطار من عدمه ليس له أي تأثير على خفض الوزن لمتبعي همية غذائية معينة. وأثبتت التجارب أن تناول الطعام خلال فترة 8 ساعات محددة من اليوم يمكن أن يساهم في خفض الوزن، وهو ما يسمى بالصيام المتقطع. حبتي، الطعام مهم من حيث أنه العجلة التي تدفعنا للاستمرار في الحياة، لكن علينا ألا نجعله محور تفكيرنا أو حتى شيء يذكر. جاء اليماني آل محمد عليه السلام، قال عيسى عليه السلام: ليس بالطعام وحده يحيى ابن آدم، بل بكلمة الله يحيى، وأنا عبد الله أقول لكم بالطعام يموت ابن آدم وبكلمة الله يحيى. انتهى كلامه عليه السلام. لقد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وعرفنا بداية وتطور نظام الوجبات. استودعكم الله وإلى اللقاء. أكشن.